الدع بن زياد فيهم لا تمهلوا بالعجائل من فوق القصر للأرض ذبوا قطعوا كريمة والجسد بالسوق سحبوا بالحبل ما بين الملأ وفجعه البيان وصل صوت سلام الحسين سلام مسلم الى الحسين قال اين حميده جابوا حميده الله يرحم الماضين مطلوب مني اقرا هذا الطور مشهور هنا واريد الكل يتفاعل وياي الحسين ماذا عمل مسح بيده على راس حميده ايش قالت له تقول قلبي كسرت يا غريب الغاضرية مثل اليتامى تمسح كفك علي تمسح على راسي ودم العين همال جنيتي ملكاف لله من هالأحوال ماذا قال لا الحسين ضمها على صدره والدمع يجري بالخدود ويقلها يا عمي والدك ما ظنت يعود شهقت وظلت تنتحب وبروح حجود ونادت يا عم حسين يا ريت المنية يا الله ليلة باب الحوائج مسلم بن عقيل بارك الله بكم ارفع ايدك ارفع الايادي الى السماء بحق مسلم بن عقيل لا ترد هذه الايادي خائبة هذه الليلة بسم الله الرحمن الرحيم اما اللهم ارحمهم جميعا يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيث رحم الله هذه الأصوات ارفع صوت أما يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم بباب الحوائج الشهيد السعيد مسلم بن عقيل ارفعوا أيديكم نحو السماء أصحاب الحوائج الصعبة تضرعوا إلى الله عاش مرات يا الله يا الله اطلبوا حوائجكم من الله مقضية إن شاء الله يا الله أسألكم الدعاء فردا فردا عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الحسين اللهم اخذل من خذل الحسين اللهم العن ودمر أعداء الحسين اللهم اشفي مرضانا فك قيد أسرانا آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واحشرنا مع أنصار الحسين تا
تقبل منا هذا القليل بكرمك، وابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، سيما من مضى من أهل هذا الجمع.